احنا نشتغل لتربية الأولاد، احنا بنشتغل لنخلي هالعالم كثير أفضل. التربية، الصحة، العلم، العطاء ودمج الشباب بمجتمعهم خدمة لبلدنا لبنان. دور الكشفية في مواجهة العدو هو دور أساسي وهو أساس انطلاق الحركة الكشفية في العالم. أثبتوا للمجتمع إنه هيدي منا حركة عقدة وخيمة وصرخة كشفية، لا، في شيء أهم. لبنان تحت الحكم العثماني، عبر السهول وبين الجبال وعلى الشاطئ، احتضن لبنان أول حركة كشفية عربية. عرف اللبنانيون الكشافة عبر طالبين هنديين جاءا من أقصى الشرق ليدرسا ببيروت. عرفا لبنان ومن ورائه العالم العربي قواعد الكشافة وأصولها. عام 1912 ابتدأت الكشفية في لبنان. كيف بلشت؟ قبلها بخمس سنة جاء إلى لبنان شباب هنود بغرض التعلم واكتساب المعرفة، وفاتوا على الجامعة الأمريكية وعملوا بكالوريوس وماجستير في مدرسة اسمها مدرسة دار العلوم، أنشأها الشيخ محمد توفيق الهبري رحمه الله. فطلب من أحدهم اللي هو عبد الجبار خيري أن يذهب إلى بريطانيا تيشوف شو في كتب، شو في معلومات جديدة يستفاد منها بهالمدرسة. أثناء وجود عبد الجبار هناك التقى صدفة ببادن باول مع فريق من الكشافين يتدربون. لفت نظره أنه بيلبسوا لباس معين، بيعملوا حركات معينة. سأل مين هذا؟ قالوا له هذا رئيس هون. اجتمع فيه، سألوا عن أهداف العمل اللي عم بيعملوا، شو المرامي. كثير انبسط وأعجب فيه. قال له ممكن اني انا انضم لكم وقدر. قال له اتفضل. المهم اتدرب معه. You girl there. No, I don't mean you. I mean the pretty one behind you. You ought to be a girl guide, you know. Oh, you are one. Oh, I beg your pardon. That's quite right. Now go on and tell all your pals to come and be girl guides like you. I'm very glad to see you there. Thank you all. Good luck to you. And I wish we may meet again. بالنهاية إقامته بإنجلترا أخذ معه كل المؤلفات اللي وضعها بادن باول إضافة إلى الخبرة العملية اللي اكتسبها. رجع وعرب الكشفية وأسلمها، بمعنى التعليمات وبعض الكشاف وقانون الكشاف وعلامة الكشاف وضعها بإطار يتفق مع الدين ومع النظرة الشرقية إلى الأمور. شوي شوي تعرفوا الأهالي على مراميها للحركة الكشفية وتعاليمها ومبادئها التي تتفق مع التعاليم الإسلامية، فأقبلوا عليها وبعثوا أولادهم جرافات ووحدانة. انتشرت ببيروت وانتشرت في كل أنحاء لبنان. فضمت
كشفية عدد وافر من الشباب. ابتدوا يعملوا رحلات ومخيمات. من أشهرهم كانت رحلة اللي راحوا فيها على دمشق سيراً على الأقدام. وهنيك أقاموا لهم احتفال واستقبالات وبدون يرجعوا بالبحر بالمركب. بالمركب كان البحر يعني رياح عاتية، فكانوا يتعرضوا إلى ما لا تحمد عقباه، لكن الله سلم ونجوا واستقبلوهم استقبال الفاتحين على المرفأ. قاموا بزيارة برحلة إلى اسطنبول إلى الأستانة، ورعى هذه الرحلة ناظر بدك تقولي وزير يعني الحربية أنور باشا. قعدوا 40 يوم بالأستانة، كانوا خلالها ضيوف على السلطنة، وأكثر من هيك أخذوا موعد من جلالة السلطان رشاد ونالوا بركته ورعايته الخاصة للجمعية. واستقبلهم وأنعم عليهم برعايته السامية، يعني احتضن الحركة الكشفية تحت رعايته، وهذا كان منتهى الإحاطة بالحركة الكشفية باهتمام السلطنة العثمانية. نحن الآن في لبنان عام 1920. خرج لبنان من حكم عثماني إلى احتلال فرنسي سمي انتدابا. في هذه المحطة المفصلية من تاريخ لبنان ومحيطها العربي، سيسجل التاريخ للحركة الكشفية اللبنانية أنها تحولت من لعبة اجتماعية وتربوية إلى حركة نضالية، وستجعل الكشافة اللبنانية أحد المسامير التي دقت نعش الاحتلال ودافعت بشموخ عن عروبة لبنان. لما كان موجود الانتداب الفرنسي هون، كان طبيعة الحال الشعب غير راضي عن هذا الوجود، وفي طليعة الناس اللي كانوا هن يعني مهيئين لحتى يتصدوا لهذا الانتداب هو الحركة الكشفية، يعني الكشاف المسلم. وعنده الشباب هذول، نحن عندنا بالحركة الكشفية مراحل، الصغار اسمهم أشبال، ثم الكشافة، ثم فتيان الكشافة، ثم الجوالة. بهالأيام الجوالة هن كبار الكشافين. بوقتها الكبار الكشافين كانوا يسمون النجادة، وهيدول كانوا الأكثر تحمساً لموضوع المقاومة الاستعمار. ابتدأوا صاروا 10,000 15,000 ضوت مع فرنسا إنه شو عم يعملوا هولي، عروبة ومع عروبة ومقاومة الانتداب. فلما قبض على زعماء الاستقلال بشار الخوري ورياض الصلح كميل شمعون وتقلى وهالمجموعة وعدل عسيران، استطاعت النجادة اللي هي حركة الجوالي بالكشاف المسلم، واستطاعت الكتائب بعد ما اتحدوا أن يشكلوا حجر أساس لمكافحة الانتداب الفرنسي. عملوا صفا واحدا لإدارة المعركة. شو إدارة المعركة؟ مش عسكريا، يعني العناية بالصف بالجبهة الداخلية، توزيع منشورات، اهتمام بتوزيع المواد الغذائية، توصيل الرسائل من إلى، تنظيم الاحتجاجات الشعبية. هذه كلها كانت حقيقة نقط بارزة ومضيئة في تاريخ هالمنظمة، واللي على أساسها أخذت وسام الاستحقاق من الجمهورية اللبنانية. حزب النجادة كان له دور مشهود جدا جدا بهداك الفترة بمقاومة الانتداب الفرنسي، ما في شك، وكان له تأثير كبير على حركة الاستقلال. لبنان القريب من جارته فلسطين أفاق في 15 من مايو عام 1948 على وقع الصدمة التي ستعرف تاريخياً بالنكبة.
فوجئ بطوفان من جيرانه الفلسطينيين يفزعون إليه، ورغم ضيق ذات اليد إلا أن لبنان مد للاجئين الفلسطينيين عبر الكشافة يدا حانية رحيمة. كشاف المسلم بعد نكبة 48 كان من المبادرين إلى إنشاء معسكرات ومراكز لرعاية إخواننا اللي يجوا من فلسطين. استقبال النازحين الفلسطينيين فأنا كنت موجود وشاركت، طبعا كنت صغير لكن شاركت ميدانيا. كان الوافدين إلى لبنان عبر المراكب يجوا على الكارنتينا، عملوا له هناك حجر صحي، ثم كان ينقلوا إلى تربة الضعوق. تحولت الأرض كلياتها، أرض عمر بيك الضعوق، إلى مخيم للاجئين الفلسطينيين. أنا ساهمت ببناء هذا الخيم، يعني بإقامة هذه الخيم. أنا ساهمت بحمل العربات اللي كانت تطوف في شوارع بيروت تتلقى من الأهالي البطانيات والمواد الغذائية وكلية نعطيهم إياها، توزيع مساعدات، بطانيات، حليب، طعام أطفال للكبار، فرش. أقمنا لهم المخيم، أشرفنا على رعاية الأولاد الصغار اللي كانوا موجودين معهم. الأعمال هيدي فعلها الكشاف انطلاقا من واجبه في خدمة المجتمع. ما كان في على علمي أنا حسب ما أذكر حدا قائم بهذه المهمة مع الكشاف المسلم، وكان الحماس بالغ الأهمية عند الكشافين، والناس تجاوبوا جدا جدا مع الكشاف وبالتبرعات وبسخاء للنازحين، لأن الوضع كان كثير كثير يعني مؤلم. لما رحنا أقمنا هذا المخيم وضبنا على ملازمة النازحين في المخيم لفترة، بعدين صار في حدا جا استلم محلنا، ما عاد أذكر مين هن، لكن نحن ما عاد إلنا دور بالمخيم، أقمناه أشرفنا عليه لفترة، ما عاد في نزوح جديد. توزعوا النازحين طبعا مش كلياتهم من مخيم صبرا، بنعرف نحن انتشروا في مناطق لبنانية متعددة، وما زالت هذه المخيمات قائمة إلى الآن. نحن أمام إنجازات بأبعادها الاجتماعية والثقافية والفنية، سمت بهويتنا، بتاريخنا، بحاضرنا، وأضاءت طريق مستقبلنا. هذا أنا كل جمعة على الجزيرة الوثائقية. سنوات طوال مرت على الحركة الكشفية اللبنانية، وقد انشغلت بنشاطها الاعتيادي رحلات ومعسكرات، خيام وربطات، لكنها هبت للتفاعل الإيجابي مع وجه بيروت المشرق الذي لوثته طاحونة الدم التي عرفت بالحرب الأهلية. بالحرب اللبنانية اللي قامت سنة 1975، وهي كانت حرب قاسي جدا على لبنان، وانغمس فيها الناس بوعي أو بدون وعي، بإرادة أو بدون إرادة، الكشاف كان له الشرف أنه لم ينغمس أبدا بحمل السلاح أبدا. الكشاف المسلم بمناطق الخمسة، يعني هي المحافظات الخمسة، كان من السباقين إلى تقديم العون والرعاية والعناية والإغاثة لكل ما يحدث
من ظروف أمنية. بالفترات اللي كان يصير فيها هدنة ونفكر نحن أنه انتهت الحرب، كنا نحرك اللي كنت أحرك الجمعيات بإزالة آثار الحرب، من إزالة الركام، من تنظيف الشوارع، من كل الخدمات اللي ممكن أديها لحتى نفكر أنه نشيل مسحة الألم عن المظاهر الشوارع اللبنانية. الكل عمل في إنقاذ، نقل، إسعاف الجرحى، إقامة مراكز إيواء للاجئين، للمهجرين، للناس اللي قصدوا أماكن أخرى غير مناطقهم سعياً وراء الأمن والاستقرار. بأثناء الحرب تراكمت النفايات بشوارع بيروت، يعني عمال التنظيفات تلكأوا عن القيام بعملهم. كنا دائماً نحن ننهض بهذا العمل بكل مسؤولية، والعملية إزالة النفايات من الشوارع تتصل بالصحة العامة، فهذا عمل كتير كتير كان مهم بوقتها. كان يجي بعز الأحداث مساعدات من بعض الدول العربية والأجنبية، كانوا يجوا على الكشاف على الاتحاد يقولوا نحن ما عندنا ثقة غير أنتو، تبهوا وزعوا بالشرقية ووزعوا بالغربية، لأنه نحن ما كنا نفرق أبداً مين ينتمي إلى هذا الحزب أم مين ينتمي إلى هذا الإنسان. نحن عنا الإنسان إنسان، وكان عنا أكبر فرقة دفاع مدني. دفاع مدني كان عنا جهاز دفاع مدني كتير ضخيم وتكلفنا كتير. الكشاف المسلم دخل على مناطق، على مناطق فيها مجازر وأنقذ أرواح، وعنا شهداء بهالأحداث هيدي. رحلنا شهداء بأعمال الدفاع المدني، رحلنا شهداء بطرابلس، راح شهداء ببيروت، وراح شهداء بصيدا. هذه كحركة كشفية لبنانية، مش كشاف مسلم بس، كل الجمعيات قامت فيها، وأنا كنت مسؤول عن هذا العمل، وبقول أنه الكل تفانوا بدون أي تردد. كشاف ككل بيضوا وجه الحركة الكشفية وأثبتوا للمجتمع أنه هذه منا حركة عقدة وخيمة وصرخة كشفية، لا، في شيء أهم. وكأن لبنان ينقصها اجتياح إسرائيلي يزيد جراح بيروت المشرذمة في حربها الأهلية، اجتياح عدواني يقوم بمجازر يندى لها جبين البشرية. من ضمن المواجهات التي تعرضت لها الحركة الكشفية في لبنان أنها جزء من دولة وشعب معتدا عليه. الحرب الإسرائيلية العدوانية التي استهدفت لبنان، استهدفت الأرض واستهدفت الناس واستهدفت الأطفال، كانت الحركة الكشفية بطبيعة الحال جزء من هذه المواجهة على طريقتها. بقي الكشاف المسلم دور مسجل في عملية إخلاء ضحايا صبرا وشتيلة، المجزرة القذرة التي قامت بها إسرائيل. أول ناس دخلوا على المخيم كان لغاسة الكشاف المسلم. كان لابد من جهاز الدفاع المدني التابع لجمعية الكشاف المسلم أنه يتنادى ويبعث الصرخة سريعاً لكل شخص كان بعده متواجد ببيروت، ومنهم أنا ولا فخر. كان الاتصال ببعض الأجهزة اللاسلكية، والبعض كان عنده تليفون لأنه كانت التليفونات مش كتير متوفرة ببيروت بسبب الأحداث، أنه فوراً على منطقة الصنايع بتيابك الكشفية، بتيابك الدفاع المدني، بلابس بجامتك، شو ما لابس، فوراً ما بتنطر ولا دقيقة. ونسعف الناس إذا كان في مصابين ونقلهم على المستشفيات عبر سيارات إسعاف كانت مجهزة تماماً بتملكها الجمعية. بالإطفاء كان إذا ما صار عمليات حرائق من بعد الانفجارات أمرار يولد حريق، كمان كان عندنا جهاز إطفاء يتدخل، إضافة إلى عمليات يعني الإغاثة وإيواء المهجرين، لأنه بهالمراحل كان يتم في تهجير قصري أمرار بسبب القصف. كنا نهتم بهالمهجرين من استقبالهم، توزيعهم، تأمين الأماكن لإلهم، توفير المواد الغذائية لإلهم، والتواصل معهم بكل الفترات. عندما دخل العدو الإسرائيلي اجتاح جنوب لبنان، ولبنان عام 1982 وضع على مداخل القرى إشارات نسميها بالعامية آرمات، يعني أن هذه القرية تدل إلى مدينة صور، وهذه الآرمة أو الإشارة تدل إلى مدينة النبطية.
فعندما وضع هذه الإشارات كان هناك تفكير عن قيادة المقاومة، تحديداً الشهيد القائد محمد سعد الذي كان قائد المقاومة وقائد الكشاف آنذاك، فأعطى أمر بتغيير اتجاه الأرمات أو الإشارات. أتى العدو الإسرائيلي ليداهم بعض المدن، فوجد أن الشارة أو الأرمة يعني مغير الاتجاه طاولة، فراح الاتجاه اللي فكر فيها كانوا المقاومين غيروا أماكنهم. وقعوا شهداء منهم، في جرحى، في معوقين ما زالوا، وخسرنا كتير شباب أثناء تأديتهم هالواجب الإنساني. هذا بكل أسف منقوله أنه هاي الناس إجت لتعمل خدمة إنسانية اجتماعية، تتعرض هي وتعرض حالة لخدمة الآخر. فعلا كانوا الأهالي يقدروها بوقتها، وكان يعني ينتظروا التدخل تاعنا أنه وينهم الشباب، لأنه هني اللي صاروا على الأرض عم يشتغلوا عم يتفاعلوا مع الناس. وهيدي عطيتنا فيما بعد نحن كحركة كشفية وكجمعيات كشفية ثقة المجتمع المدني فينا أنه وقت الشدائد لقونا. عام 1983 اعتقل العدو الإسرائيلي حوالي 150 قائد وعنصر من الكشاف. أقمنا في معتقل أنصار فوجا كشفيا، في معتقل أنصار الذي كان مصنوعا من الخيام أقمنا فوجا كشفيا، وكان هناك تدريبات كشفية على النظام المرصوص وعلى السيمافور والمورس، ويتواصل المعسكرات كانوا مع بعضهم بالمورس. المورس يعني الرسائل الصوتية، والسيمافور بالإشارات أو بالنار أو بالدخان. وأنشأنا فوجا كشفيا بكل ما الكلمة معنا، خيموا الشباب حوالي سنة ونصف، وهناك قادة مجلين في الكشاف الآن مروا في فوج معتقل الأنصار. دقت طبول الحرب من جديد. إسرائيل بآلاتها العسكرية المتوحشة تدك الجنوب اللبناني، والحركة الكشفية من جديد على ذات الموعد تقف في صفوف النضال الأولى وتضمد جراح الوطن في الصفوف الخلفية. ماذا تنتظر من الكشفية عندما يحتل بلده؟ أيبقى مشغولاً بحل عقد الحبال؟ خلال حرب 2006 قام الجهاز الدفاع المدني في الجمعيات الكشفية بدور جبار. كنا خلال 12 ساعة نحشد حوالي 1200 عنصر دفاع مدني و160 سيارة إسعاف خلال 12 ساعة، وهذه كانت أكبر من إمكانيات دولة، كله كان عمل تطوعي. وكانت الحركة الكشفية تساعد في بلسمة الجراح، مثلاً كانت جزء من برامج الدعم النفسي للأطفال، كانت تقدم جزء من العمل التطوعي لمساعدة النازحين في تأمين الطعام أو تنظيم أماكن النزوح. عندنا مؤسسات تربوية، هالمؤسسات التربوية كلها تتفتحت قدامها الناس اللي هي اضطرت تغادر بيوتها. الرعاية اللي تمت لهاللاجئين في هالمراكز هيدي من تأمين الاحتياجات سواء من حيث الغذاء ولا الأدوات المطبخية ولا اللباس ولا الحرمات اللي يقدروا يتكيفوا بالمعيش بالحد الأدنى. بتذكر دمرت كل الجسور، وخلال فترة وجيزة الساعة 8 الصبح لازم ترجع الناس على قراها، وإلا بده يصير فينا مثل البوسنة أو بده يصير فينا مثل حرب الجبل هون، أنه تأخر عودة المهجرين نتيجة أنه الإسرائيلي كان عم يطالب بين وقف إطلاق النار ووقف العمليات الحربية بده شهر. بهذا الشهر تيجي قوات الطوارئ وتعزل الفئات العمرية، أنه بس مسموح للمرأة والكهل يدخل إلى منطقة جنوب الليطاني والشباب ممنوع. نحن تدركنا ولبينا أوامر القائد نبيه بري أنه الساعة 8 عودة النازحين على الطرقات. نحن خلال 3 ساعات أنشأنا جسور وعبارات في أغلب المناطق التي تعرضت للعدوان. كنا نجد من يفتح الطرقات نجد بينهم كشافة، من ينظف البيوت التي تعرضت للهدم الجزئي أو للأضرار الجزئية كنا نجد من يساعد الناس من الكشافة. كان لدينا فريق يدعى الترميم والتدعيم، اسمه الترميم والتدعيم في الكشاف، يقوم هم عناصر دربناهم على الحرف، يعني واحد عمار، واحد بلاط، واحد أدوات صحية، واحد نجار. كان لما تنقصف هاي الكرة يطلع هذا الفريق من قلب القرى، هو يروح على البيت يعود يرمم البيت من أول وجديد، يدهنه ويورقه ويعمره. هناك من الناس من كان يطلب بدا الكشاف أن يساعدوه في كل شيء، وكان ينتظر أن هؤلاء الشباب وهؤلاء المتطوعين
جاءوا كملائكة، كمسعفين، كمنقذين، كمساعدين حقيقيين لهم. الفتيات في الكشاف قاموا بدور جبار، كانوا ينقلون الأموال والدواء ويراقبون العدو الإسرائيلي وينقلون العبوات لزرعها على الطرقات ويداوون الجرحى. مكان الجريح فيه يروح على المستشفى، كانت مستشفيات قليلة، وإذا راح على المستشفى يلقطوه. كانوا البنات هن الممرضات اللي كانوا يداووا هود الجرحى. رأينا الأطفال هناك من يهتم بهم في أنشطة، في الأهازيج، في الترويح عن النفس. بعد الحرب عناصر الكشاف عملوا دورات لإزالة للتوعية من مخاط القنابل العنقودية، إزالة القنابل العنقودية، عملنا توعية للدعم النفسي للأطفال اللي تشردوا أو الأطفال اللي تيتموا، عملنا المخيمات دعم نفسي. الواقع الكشفي بلبنان تحديداً وبالعالم عامة ما منقدر ننكر إنه تغير للأسوأ بجهات وللأحسن بجهات. من ناحية الأسوأ، لما هجمت علينا التكنولوجيا ونحن منحترمها بمحاسنها ومنحاربها بمساوئها، اليوم العقدة والخيمة وعلم السيمافور ما بقى بيقدر يضاهي مخيلة الشاب قدام عالم الإنترنت وعالم الاتصالات وعالم الساتلايت. ربما نحن في زمن ينافسنا فيه كحركات استقطابية، ينافسنا فيه كثير من الأنشطة الجديدة ووسائل العصر الحديثة التي فتحت أمام الجيل أمور أخرى يمكن أن يظهر يلبي احتياجاته بها. الرياضة في كثير ناس بيساعدوها. الحركة الكشفية ما عندها ذات المساعدة اللي عندها إياها الرياضة، لبل ما عندها 10% من المساعدة. نحن ما عندنا شيء نبيعه، نحن نشتغل لتربية الأولاد، نحن بنشتغل لنخلي هالعالم يصير أفضل. فاليوم كتير بجلوا للقائد الكشفي اللي بيقدر يسحب شخص مراهق من بين إيدين الإنترنت بكل مساوئه من جهة، ويواكبه بكل محاسن الإنترنت من جهة تانية، لحتى يقول له تعا نام بالخيمة، تعا عقود الحبلة، تعا أوقد نار. لكن ما زالت حركة الكشفية حتى اليوم فيما لو أخذت أمام كل وسيلة أو أمام كل إطار يجمع الناشئ والفتيان، ستكون للكشفية طعمها الخاص وميزتها الخاصة. أنا بتمنى إنه الحركة الكشفية تتبناها الدولة وتساعدها الدولة، لأنه الحركة الكشفية بدون معونة، بدون مساعدات ما فيها تقوم على تكملة نشاطها. بتأمل الدولة تهتم بالكشاف أكثر من هيك. من أهم طموحاتنا ومن أهم الأمور اللي هي حلم لقلنا إنه يصير ببلدنا ككشفيين وكجمعيات كشفية، هي إنه يكون كل طالب بمدرسة وكل تلميذ على طاولته المدرسية أنه يكون بنفس الوقت كشاف، لأنه هيدا الغربال الجيد لنفسية الفتية والأطفال والشباب. هذا اللي بيبعدهم عن التدخين، عن الآفات، عن الممنوعات، عن رفاق السوء، عن كل ما هو بيدمر الفرد اللي هو جزء من العائلة، اللي هي جزء من المجتمع، اللي هي الوطن.